هي اللحظة الوحيدة اللي هتشوف فيها الزحمة حاجة حلوة، إحساس صعب تكتمه واستحالة يتداري. وانسى انك تشرحه، أحلى دوشة ممكن تطلع منك وألذ خضة ممكن تحصل لك. بتروح للي هيقدرها وبيدور عليها، وبتيجي فجأة لا ليها لا وقت ولا مكان، بس بتعرف تجيلك منين وإزاي. بتكلم عن الفرحة الحقيقية اللي كوكاكولا بتعبر عنها، والسنة دي كوكاكولا بتحتفل ب125 سنة من الفرحة.